السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المركبات المعرفة بالبرمجيات يعني عربيات أو سيارات معتمدة على البرمجيات والبيانات عشان يبقى فيها مزايا. يعني أنت ساعات بتشتري عربية بقى فيها بعض المزايا، لا أنت ممكن يقول لك إحنا نعمل أبديت، يعمل لك أبديت تلاقي فيه مزايا تانية حصلت للعربية وبقت تتعامل بشكل أفضل أو بدأ يبقى فيها خدمات ما كانتش موجودة قبل كده. هي دي الفكرة، تمام؟ فممكن بقى يكون حاجة كويسة ولا حاجة وحشة، تعال نشوف. في طبعا مزايا وفي عيوب، لازم نكون ايه منصفين، وبعد كده اقول لك وجهة نظري. المزايا بتاعت المركبات المعروفة بالبرمجيات ان يبقى فيها مرونة، فيها تخصيص، هي كل شوية بتعمل ابديتد، كل شوية عارفة ايه اللي انت بتحبه ايه اللي انت بتكرهه، بتحب تسمع حاجة معينة صوت معين وهكذا. ممكن تكون انت بتحب مثلا تسمع حاجة معينة لو انت لوحدك او معاك اصدقاء تسمع حاجة تانية، فبيخصص الاداء ويحسن الاداء كل شوية حسب تفضيلات المستخدم، بتحسن السلامة والقدرات الذاتية. ممكن تكون السنة دي بحاجة وبعد 3 4 سنين حصل ابديتد فبقت احسن في موضوع السلامة، مثلا لو جيت تحود مثلا بالدركسيون بسرعة يبدأ ان هو يوقفها، يعني يبدأ ان هو يتعامل بشكل افضل، اتعلم حاجة جديدة، استفاد بمعلومة وهكذا، فيعتبر بيحسن تجربة المستخدم وبيدعم الاستدامة كل شوية، بتحسن استهلاك الطاقة والحاجات دي. طيب ايه بقى التحديات او ايه المشاكل اللي موجودة؟ حاجة مثلا زي الامن السيبراني، او ممكن حد مثلا يعمل فيروس، او حد يخترقك، او حد يجمع عنك معلومات. تخيل السيارة بتاعتك جالها فيروس، طب لما بيجي لك كمبيوتر بتبعد عنه او ايميل او كده. طب العربية انت حد مثلا سيطر عليها وخلاها تروح في داهية او تقع او تعمل تصادم، او انت جيت تروح وقال لك انا هعمل ابديتد. في ناس مثلا كانوا مأجرين عربية معينة او شارين عربية بالقسط، ما دفعوش القسط، الشركة راحت داسة على الزرار، العربية راحت رايحة للمحل لوحدها، تمام، موصلاتك الشغل، بدل ما تروح تركن لا راحت رايحة هناك. فموضوع خطير، موضوع مش سهل. يعني انا بفكر فيها، لا في ليمتد او في حدود معينه لاستسلامنا للتكنولوجيا، تمام. فدي من ضمن الحاجات اللي لازم تخليك حذر. قدر شركه مثلا حصل فيها فيروس، قدر حصل ابديت سيء، او حد عمل لك تجسس، او حد بدأ يراقب كل حاجه. الموضوع مش سهل، يخليك تفكر 1000 مره، وخليك تفكر ليه كل العربيات اللي هي شغالة بطاقة كهربائية اللي الناس المفروض بتتجه ليها، ليه مصرين ان هم يخلوها معرفة بالبرمجيات؟ يعني انتوا عايزين تسيطروا على كل حاجة، في حاجة مش مظبوطة. الإطار التنظيمي والقانوني، الحكومات عايزة تحط قوانين معينة للسيطرة واللوائح شاملة. قدر حصل غلط وحصل حادثة، تمام، ولا العربيات دي بتبقى اغلبها ذاتية القيادة، ممكن انت تكون نايم او راكن وهو اللي سايق وحصل حادثة، مين المسؤول؟ المبرمج هيتحاسب بقى كل عربية تعمل حادثة، ولا انا، ولا ايه بالظبط؟ ولا هتاخدوا العربية رهن ولا إيه؟ فلازم يبقى في قوانين تحكم الموضوع دوت. ففي شركات كتير بدأت تتجه للموضوع دوت، ان انت بتشتري العربية ويبدأ ان هو يعمل لك تطورات او يعمل خدمات تلاقي في ابديتد. فرصة للمستهلكين وشركات، لكن انا الصراحة موضوع تحسين السلامة والامن والاستقلالية يعني في شوية مشاكل كده قلقاني من الفكرة، تمام. يعني الفكرة نفسها لو حدك العربية دي هدية هبيعها، يعني ابقى ماشي بالعربية اقول له روح المكان الفلاني هو يوديني مكان تاني خالص، او يحصل فيه فيروس، او بلاش احسن، نستنى نشوف بقية الناس عملوا ايه، ولو الامور ماشية كويسة نبعد عنها احسن.